اسمها بوينز لو. الهدف من التجربه دي ان انا عايز اعمل فيريفيكيشن لقانون بويل، ان انا احقق قانون بويل للغازات. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه عايز اجيب الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي في المنطقه اللي انا فيها. طيب اول حاجه نعرفها ايه هو بوينز لو. بوينز لو بيقول لي لو انا عندي غاز زي اللي موجود ده الحجم بتاعه V1، لو عملت عليه ضغط هبص الاقي حجم الغاز ده بيحصل له ايه؟ بيصغر. فكل ما ازود البريشر الموجود يحصل ايه؟ حجم الغاز هيقل. فبوينز لو بيقول لي ان العلاقه ما بين الحجم وما بين البريشر علاقه عكسيه. علاقه عكسيه يعني البي بتتناسب مع واحد على في. تتناسب مع واحد على في يعني البي دي بتساوي ثابت وليكن اسمه كي على في. لو انا شلت الثابت ده وديته الناحيه الثانيه ممكن يطلع لي ان الواحد على الفي بتساوي في على الكي، في ده اللي هو الضغط. في التجربه بتاعتي انا هيكون عندي الغاز الضغط بتاعه بقيسه عن طريق مستوى من الزئبق، هيكون الضغط فيه هيساوي الضغط الجوي زائد روجي اتش، وهنشوفه على الجهاز. فانا لو شلت قيمه البي وحطيت مكانها بي نوت اللي هو الضغط الجوي زائد روجي اتش، هيطلع لي ان 1 على بي بتساوي بي نوت على كي زائد روجي اتش على كي. التجربة بتاعتي هبص الاقي الجهاز عندي بالمنظر ده. ده طبعا في الاول بيبقى التو ليفلز زي بعض. هبص الاقي عندي اول حاجه الزئبق هيكون في نفس المستوى، بيكون عندي دايما طرف ثابت اللي هو بيبقى فيه الغاز المحبوس وفي طرف ثاني متحرك، تمام؟ فانا الطرف الثابت ده بيفضل زي ما هو، الطرف المتحرك لو هو في نفس الليفل بتاعه هيكون الضغط اللي موجود بتاع الغاز هو نفسه الاتموسفيريك بريشر. لو خدت الطرف المتحرك ده رفعته لفوق زي ما موجود في الصوره الثانيه، هيكون الضغط اللي موجود عندي هنا بيساوي الضغط الجوي زائد روجي اتش، بحيث ان الاتش ده اللي هو فرق الارتفاع ما بين الزئبق في التو بيوريتس. طيب لو انا عايز اقلل عن الضغط الجوي هنزل الطرف المتحرك ده تحت، هيبقى بالمنظر ده، هيبقى فرق الضغط بتاعي برضو روجي اتش، بس الاتش هنا هاخدها بالماينس، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي تجربة بويل زي ما انا شايف فيها تو بيوريتس مليانين بالمركب اللي هو الزئبق، في النص فيه تيوب بتوصل الزئبق في التو بيوريتس. اول حاجه قانون بويل بيقول لي لو انا عندي غاز محبوس، عشان احصل على غاز محبوس لازم اقفل التاب اللي فوق دي. انا ملاحظ في الاول طبعا ان الميركوري كان في نفس الليفل عشان الضغط في الناحيتين كان هو الضغط الجوي. هبدا ارفع واحد منهم فوق اللي هو الطرف الحر من ناحية اليمين. لما ارفعه فوق يبقى انا بزود الضغط وبقلل الحجم في نفس الوقت. الحجم هعرفه من التدريج اللي موجود عندي وفرق الارتفاع هقيسه، ده هسميه H1 مع V1. ازود الارتفاع تاني واجيب H2 مع V2. وقيس H3 مع V3 وبقفل بالمفتاح اللي عندي ده علشان اثبت الليفل بتاعي. انزل للمستوى بتاعي الاصلي اللي هو لما عاوز اجيب ضغط الهواء اللي موجود جوه اقل من الضغط الجوي هبدا انزله لتحت. طبعا الاتش في الحالة دي هتكون بالسالب زي ما انا شايف، تبقى دي الرواية بتاعتي. كده يبقى انا عندي ثلاث قرايات ضغط الجوي، الضغط فيهم اعلى من الضغط الجوي، ثلاث قرايات الضغط فيهم اعلى من الضغط الجوي، ودي قرايات كفايه جدا ان انا اشتغل بيها. شكرا. اروح ايه دايس على بعض. طيب النتائج بتاعتي هاخد قيم الاتش اسجلها، على الاقل هاخد 6 أو 7 قيم للاتش، وقيم الفي هعرفها بكام واحسب منها الواحد على في.
بعد كده هرسم العلاقه ما بين ال H على الاكس اكسس والواحد على V على الواي اكسس، هيطلع لي النقط بتاعتي بالمنظر ده. بعمل البيست فيت بتاعهم، بيقطع لي الاكس اكسس في نقطة، النقطة دي هي قيمة ال H نود، ال H نود دي هي قيمة عمود الزيبة اللي بيديني ضغط يساوي الضغط الجوي، وعشان أتأكد منها ممكن أرجع للمعادلة تاني. طيب بعد ما أجيب قيمة ال H نود دي هعرف منها الضغط الجوي إزاي؟ هروح جايب الضغط الجوي بيساوي H نود في رو في جي، طبعا الرو والجي موجودين في الكتاب. طيب الاحتياطات اللي هاخد بالي منها في التجربة بتاعتي، إن أنا وأنا بعمل التجربة دي في جزء بيكون فوق مش متدرج في البيوريت اللي هي فيها الغاز المحبوس، فوانا بحسب الحجم في كل مره ممكن الحته دي ما تكونش عندي محسوبه، فالحل بتاعها ان انا اضيف الحجم بتاعها في كل مره. شكرا.